عجيب هو الله في قدسي إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزاء لشعبه. الكنيسة النهارده بتحتفل بعيد قديس عظيم هو ماريمينا العجيبي. والقديس ماريمينا من القديسين المشهورين جدا في كنيستنا القبطية. قديس مصري إبطي وزادت شهرته قوي في ايام البابا كيرلس السادس لأن كان معروف ان البابا كيرلس السادس شفيعه ماريمينا وكانوا مرتبطين ببعض جدا. خدم كنيسته وهو اللي نقل جزء من رفاته لدير ماريمينا وهو اللي اسس دير ماريمينا وبقى ماريمينا بالنسبة لينا من أول عهد البابا كولوس بقى على كل لسان وبقى كل واحد يفرح لما يسمي ابنه باسم مينا وزادت الندور بالتسمية وزادت الندور لقديس ماري مينة. القديس ماري كان له أب وأم أتقياء كانوا بيحبوا ربنا جداً ولكن ربنا ما كانش مديهم نسل فكانوا دايما بيصلوا وبيطلبوا ان ربنا يعطيهم نسل كانت امه بتتردد على كنيسه باسم الست العذراء في اتريب اتريب دي مشهوره في تاريخ الكنيسه لكنها دلوقتي من الكنايس المندسرة اللي مش موجودة راحت قدام أيقونة الست العذراء في كنيستها في أتريب وطلبت بلجاجة إن ربنا يعطيها نسل بشفاعة أمنا العدرة وقبل ما تمشي سمعت من الأيقونة صوت بيقول لها أمين فعرفت إن ربنا سمع لطلبتها وحيستجيب لصلاتها وحيديها ابن فراحت فرحانة وعلشان كده سمته مينا لأن مينا هي ترجمة لكلمة أمين اتربى ماري مينا تربية مسيحية لكن في سن 11 سنة انتقل أبوه للسماء وبعد كده انتقلت أمه وكان أبوه مركزه كبير لأنه كان حاكم الولاية وبعد كده ابنه تسلم المهمة دي وكان ناجح فيها جدا فكان في مكان ابوه لكن ماري مينا عرف يوزن ما بين انه يكون حاكم للولايه ومركزه الكبير وانه يكون بيعيش لربنا امين فكان فعلا ماري مينا امين في علاقته بربنا وفي مكانه او في مركزه أو في شغله أو في وظيفته المدنية. ظل في مكانه لحد ما ملك دقلديانوس ومعروف عصر دقلديانوس إنه عصر دم وعصر شهادة للمسيحيين. وأول ما ملك دقلديانوس ابتدت تنتشر العبادة الوثنية وابتدى يقوي الوثنيين ضد المسيحيين. شعر مينا إن مكانه في العالم مش مفروض يستمر أكتر من كده شعر إنه لازم يسيب المكان اللي هو فيه ويعيش بعيد عن العالم لأنه شعر بالصراعات الموجودة في العالم فراح طريق البرية علشان يعيش مع ربنا وماري مينا في البرية تنو يتدرج في حياة الفضيلة وحياة التقوى وتنه يرتفع ويرتفع لفوق وبعدين شاف رؤية الأكاليل اللي بياخدها الشهداء بمجرد إن هم يعترفوا باسم المسيح وإن هم يموتوا على اسمه فاشتهى مريمينا إنه يكون له إكليل زي بقية الشهداء القديسين ده اللي خلى مريمينا دفعه انه يروح علشان يعترف باسم المسيح وينال اكليل الشهاده نلاقي مريمينا احتمل تجارب احتمل تجربه في الاول هي انتقال ابوه وامه وهو في سن صغير خالص واجتاز التجربه دي وعبر ودي ما هزتوش بل بالعكس انه طلع متربي تربية روحية والاساس اللي وضعوه فيه زي ما يكاب اتحطت في موسى اساس ما راحش على مدى الايام هو ده برضك اللي حصل مع مريمين رغم السن الصغير 11 او 12 سنة مريمين عاش في خوف ربنا رغم الغنى ورغم المركز ودي كتير من الناس بيفشلوا في التجربة دي لما يكون لهم مركز ويكون لهم غنى ويكون لهم مكانة تبص تلاقيهم ضاعوا دايما يقولوا إن السلطة دي كربت يعني فساد لأن الإنسان اللي بي بيوصل للمستويات دي بتلاقيه خلاص إنسان انحرف في طريق تاني لكن مريمينا لأ مريمينا ظل على مبادئه وظل على تقواه وظل على حياة الفضيلة اللي هو فيها رغم أنه عاش في المركز الكبير وهو في سن صغير مريمينا كمان رغم ده كله تالت حاجة اكتزها بنجاح أنه ساب كل الغنى ده وساب كل الجاه وراح للبرية علشان يعيش الفقر الاختياري ودي مش كل الناس بينجحوا فيها لكن قدر مريمينا ان ينتصر على تجربه المال وتجربه المركز وكل التجارب اللي بتواجهه في حياته انه يعيش بالفضيله رغم المكانه وراح مريمينا علشان يعيش في البريه وما يكلوش لخدم ولا ناس موظفين يسمعوا كلامه لكن يعيش يخدم نفسه ويعيش منه للإله اللي أحبه التجربة الكبيرة اللي فاقت كل التجارب اللي عاش فيها مريمين العجايبي إنه وهو عايش في البرية بعيد عن العالم بعيد عن التجارب بعيد عن الاستشهاد بعيد عن الضغوط اللي موجودة على المسيحيين إلا إنه اشتهى إنه يدخل في البوتقة دي اشتهى ان يدخل في المعصرة اشتهى ان هو يتألم من اجل المسيح دي شهوة كانت في قلبه مش ان هو يعيش في البرية يقول انا ايه علاقتي بالعالم وانا بعيد عن الالام اللي يدخلني فيها لا ده بالعكس ربما مريمينا دخل في التجربة الاولى ان ابوه وامه ماتوا دي كانت بدون ارادته ولما مريمينا ترك ماله دي كانت بإرادته ولما مريمينا ترك مركزه دي كانت بإرادته تدرج مريمينا ولما مريمينا راح للبرية دي كانت بإرادته وهنا مريمينا يلاقي الاستشهاد أم يروح علشان يتألم من أجل المسيح وده قمة الحب احنا بنقول ليس لحب ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه طب وبرضك ما في حب إن الإنسان يحط ذاته من أجل حبيبه أنا أدبح من أجل المسيح اللي اتدبح من أجلي دي شهوة في القلب ده اللي اشتهى مريمينا فمريمينا التجربة الثالثة اللي فاقت الكل واللي هي على أساسها ياخد الأكاليل أن يروح يقدم حياته ولما ينزل في حلقة الشهادة قوم يقول وجدت من الذين لم يطلبونني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني قوم دي يقول ده مين ده؟ مين ده؟ مين اللي تجرأ أن يدخل؟ ومين اللي تجرأ أن يعلن إيمانه؟ ومين اللي بيتحداني؟ هو مريمينا الأمين اللي نزل علشان يشهد للمسيح اللي احبه نزل في حلقه الشهاده عشان يقدم دمه وعلى اساسه ياخد اكليل الشهاده لما نتامل حياه مريمينا بل وحياه كل القديسين نلاقي فضيله اساسيه في حياتهم حياه كل القديسين هي فضيله التقوى فضيله التقوى التقوى اللي هي ايه مخافة الله كل الشهداء والقديسين كانت حاجة أساسية موجودة في حياتهم إنهم يخافوا الله مخافة ربنا ببساطة إن الإنسان لو حطوا له العالم كله في كفة وربنا في الكفة التانية يقول كفة ربنا لو حطيت نفسي في كفة وربنا في الكفة التانية أقول كفة ربنا لا نفسي ولا العالم فهو ده مقياس الشهداء والقديسين إن ربنا هو الأول وربنا فوق الكل وربنا مش ممكن أكسر له وصية لكن ربنا الأساس في حياتي فضيلة إن ربنا الأول دي كانت في حياة القديسين كلهم وبالأخص حياة الشهداء إن ربنا عندهم هو الأول في كل شيء، ممكن أكسر أخسر حياتي، ممكن أخسر أي شيء في العالم، لكن ما أخسرش ربنا أبداً، إلا ربنا. ده بحط قدام عينيا وده هو الأساس، عشان كده بولس الرسول يقول: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها إيه؟ نفاية. لكي أربح الواحد، أربح المسيح وأوجد فيه. العالم ده كله ولا حاجة. بولس الرسول اللي ساب كل شيء من أجل المسيح يقول له ده من أجلك يا رب نمات كل النهار إحنا من أجلك حسبنا مثل غنم للذبح إحنا مش, مش بنهرب لا ده إحنا مستعدين وجاهزين والسكين على رقبتنا قد حسبنا مثل غنم للذبح طب بولس وبعدين يقول في هذه كلها يعظم إنتصارنا بالذي أحب بالواحد الذي أحبنا عشان كده المسيح رب المجد يقول من ترك أبا أو أما أو إخوة أو أخوات أو حقولا إيه إذا رب ده كله يقول ده دول في كفة وأنا في الكفة الثانية من أجلي يأخذ ماء الضعف عرفوا قيمة الوصية عرفوا قيمة الوصية أنا حط العلم ده كله بعيلتي بأهلي بولادي في كفة وربنا في الكفة التانية مين يكسب الناس عرفوا قيمتها الست دميانة لما أبوها جحد المسيح بعتت له رسالة قالت له خير لي أن أسمع خبر موتك من أن أسمع أنك إيه تركت المسيح كل العالم ده والمركز اللي انت فيه ودقلديانوس في كفه لكن في الكفه الثانيه في مين ربنا ان اسمع انك تركت المسيح دي الكفه الثانيه وكانت بالنسبه لهم الكفه الثانيه هي الكفه الرابحه لذلك كان المسيح معاهم وكان المسيح محضر ليهم الاكاليل احنا ممكن تكون وصيه ربنا قدامنا وفي سبيل كرامة، في سبيل لذة، في سبيل مجاملة ألاقي نفسي ضاعت وصية ربنا، ليه؟ لأن مخافة ربنا مش في قلبي. مخافة ربنا مش في قلبي، لأن لو كانت مخافة ربنا في القلب، الإنسان مش ممكن إنه يكسر الوصية بتاعة ربنا مخافه ربنا دي اللي سندت الشهده في وقت الشهاده ان كان في قلبهم خوف ربنا احساس الشهيد بخوف ربنا يقول يحصل لي اي حاجه الا اني اكسر الوصيه اي حاجه اللي عاش قبل المسيح بزمان يوسف الصديق ما يكسر وصيه ربنا وممكن اتسجن ممكن افقد كل شيء لكن إلا ربنا ولذلك يقول الكتاب وكان الرب مع يوسف. ماري نفس الموقف ويتحدى من أجل الطهارة من أجل ما يكسرش وصية ربنا. والقديسة اللي يجوا يقولوا لها اشتهيناكي بعينيك تقول لهم خدوا عنيا هي لكن ما كسرش وصية ربنا. والأنبا صمويل اللي يربطوه عشان يقع في خطية واستحالة. انا عايز اقول وصيه ربنا كانت فعلا زي ما بيقول الكتاب عصابه بين العينين اجى ابص في اليمين الاقيها ابص في الشمال اعطر بيها لكن انا عندي مخافه ربنا في داخل القلب احنا بنشتهي من كل قلوبنا ان المسيح ينعم لينا بفضيله المخافه فضيله التقوى كتاب يقول لنا عظيم هو سر التقوى عظيم هو سر التقوى التقوى هي المخاف يرجع يقول لنا الله ظهر في الجسد طب ربنا ظهر في الجسد من أجل إيه؟ من أجل أن احنا نتعلم المخافة من أجل أن يغرس فينا المخافة اللي احنا فقدناها من أجل أن احنا نبتدي البداية الصح اللي ربنا عايزنا فيها بسبب الفضيلة العظيمة دي تجسد المسيح لأن بخطية آدم فقدت هذه المخافة. نقول في كل قداس ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. التقوى اللي هي الخوف أو المخاف وضع لنا هذا السر العظيم يبقى الفضيلة الأولى في حياة القديسين هي المخافة، الخوف. عشان كده الناس الموعوظين تتقال لهم اوشيه في الكنيسه يعني صلوه ام يقول ابونا عن الموعظين ناموسك خوفك وصاياك ثبته في قلوبهم خوفك بطلب من اجل الموعظين اللي لسه داخلين للايمان اقول له رب اغرس في قلوبهم وثبت في قلوبهم خوفك ناموس ربنا بدون المخافه ملوش قيمه ولا هنعمل حاجه لكن إن وجد الناموس ووجدت المخافة يبقى أنا حنفذ الوصية وتدرج في درجات القداسة الشهيد ضحى بحياته ومات لكن ما كسرش وصية ربنا أبدا لما ربنا خلق أبونا آدم بطبيعة الإنسان كان عنده الفضيلة دي كان عنده فضيلة الخوف أو مخافة ربنا يوم ما خلق أبونا آدم وشفنا أبونا آدم بعد كده لما كسر الوصية وأصبح الإنسان لا يخاف الله لكن وجدنا أن الفضيلة دي موجودة في بعض الأشخاص يورينا أن ربنا بالطبيعة خلقها في الإنسان رغم أنه ممكن ما يكونش يؤمن بوجود الله شفنا في أرض مصر القابلتين القابلتين يعني اللي كانوا بيولدوا فلما راحوا عشان يولدوا العبرانيات يقول كده ان فرعون قال لهم لما يجي ذكور تموتوهم فهم يقول عنهم الكتاب ان قابلتين استحيت الاولاد اذ خافتا الرب في سفر الخروج ما نفذوش امر فرعون وليه ما نفذوش يقول خافتا الرب طب دول ما كانوش من شعب بني اسرائيل لكن في داخلهم في مخافه في مخافه عشان كده ما قدروش يكسروا الوصيه استحيت الاولاد اذ خافت الرب وبسبب خوفهم ما قتلوش الاطفال الذكور دي تورينا ان ربنا زرع في الطبيعه البشريه بغض النظر عن الديانه ان في جواهم مخافة نفس القصة نلاقيها في سفر الأعمال في قصة كرنيليوس يقول لنا في سفر الأعمال لما راح بطرس في أعمال عشرة يبشر هناك يقول كان هناك قائد روماني روماني يعني مش من شعب بني إسرائيل ملوش شريعة اللي هي بتاعتنا يقول الكتاب أنه كان خائف الله رجل روماني كان خائفا الله يبقى حياة التقوى دي كانت موجودة حتى لو كانوا ناس مش مع ربنا ناس من جنسيات مختلفة حتى كيرنيليوس ده اتنقلت حياة التقوى مخافة ربنا منه للجنود هو قائد ماء الجنود اللي معاه كانوا بيخافوا ربنا زيه فيقول لنا برضك ان العساكر اللي معاه لما ظهر الملاك قال له روح واستدعي سمعان بطرس نازل عند سمعان الدباغ يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل يقول عن كرنيليوس فاستدعى عسكريا تقيا كان عنده عسكري بيخاف مين يخاف ربنا تقي عنده التقوى استدعى عسكريا تقيا يعني التقوى دي حتى لو كانوا ناس ما بيعبدوش ربنا لكن ممكن نجد فيهم انهم ناس عندهم خوف ربنا نفس الكلام شفناه في اللصوص كان في جنب المسيح للصين واحد فيه المخافة والتاني ما فيهوش مخافة اللص الشمال بيعير المسيح أما اللص اليمين فيقول له أما تخاف الله نحن بعدل جوزين أما هذا فلم يفعل شيء واتنين لصوص فالمخافة كانت موجودة إيه في قلبه رغم إن هو مش إنسان بتاع ربنا، اتكلم مع اللص التاني، لكن لما دخلت الخطية ابتدت المخافة دي يفقدها الإنسان، أبونا آدم لو كان بيحيا في المخافة ما كانش كسر وصية ربنا، لكن ابتدت الخطية تتغير مفهومها، أنا ممكن ما أعملش الخطية لأنها فضيحة ممكن ما أعملش الخطية لأنها هتهز صورتي ممكن ما اعملش الخطية لو في ناس شايفني قدام الناس لكن ممكن مسميات كتيرة أوي لعدم فعل الخطية لكن مش هو ده الخوف أو التقوى أو إن الإنسان من قلبه حاسس بربنا لكن دي كلها أمور مؤثرات خارجية عشان كده الإنسان اللي خايف على نفسه نلاقي أبونا آدم يقول له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان انت مكسوف على نفسك لكن ما فيش المخافة اللي هي موجودة جوه القلب حتى الناس العظماء والأقوياء بسبب الخطية بتلاقي في طبيعتهم ما فيش أحيانا الخوف بيقول القديس بطرس إيه أما خوفهم فلا تخافوا ولا ترتعدوا بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم يعني لما الإنسان يخاف ربنا هينزع منه أي خوف تاني، مشكلتنا إن احنا ما بنوافقش على الشهادة لأن احنا خوفنا من نوع تاني. احنا خوفنا من نوع تاني، أنا بخاف من حاجات كتير، أخاف من اللي حواليا، أخاف من الخطية من اللي إن أتفضح بخطيتي، أخاف من أي شيء محيط لكن أنا ما بخافش من ربنا. فلأني عندي أنواع من الخوف كتير انتزعت من داخلي مخافة الله. لكن معلمنا بطرس يقول: أنتم ما تخافوش الخوف بتاعهم. طب إيه المطلوب مننا؟ يقول: خافوا ربنا بل قدسوا الرب الإله لا تخافوا خوفهم ولا ترتعدوا بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. إذا دخلت مخافة ربنا في قلبي مش هخاف من اللي حواليا. عشان كده بولس الرسول يقول ما فيش حاجه تخوفني لا موت ولا حياه ولا امور حاضره ولا مستقبله ولا علو ولا عمق كل ده ما بيشغلنيش لان انا لي الحياه هي المسيح حتى لو مت انا مع المسيح واذا عشت انا مع المسيح انت مش خايف ابدا ابدا ودايما المسيح يقول لينا لا تخاف لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد لا تخافوا ولا ترتعبوا أما خوفهم فلا تخافوا عبارات كتيرة تملأ الإنجيل ما تخافوش لأن إحنا بنخاف من حاجات كتيرة مش هي اللي حتوصلنا للقداسة لكن الخوف اللي يوصلنا للقداسة هو خوف الله مخافة ربنا هي التقوى عشان كده الكتاب يركز لينا على الفضيلة دي إحنا خد... فقدنا المخافة دية لأن الوصية اللي بتقول ما تكذبش وأنا بكذب واللي تقول ما تشتمش وأنا بشتم واللي يقول لي ما تدينش وأنا دين السغف ده كله إيه؟ إن ما فيش الخوف جواي ما فيش عندي مخاف فالوصية أنا بكسر بكسر الوصية ليه؟ لأني ما عنديش مخاف أي إنسان كاسر للوصية ما عندوش مخافة ربنا في قلبه طب حبيبي أنت مش ورق طويل إمتى امتى تقدر تتخلص وتقدر تكون قوي وتقدر انك انت مفيش خطيه تستعبدك ولا في عاده تضغط عليك امتى توصل للمستوى ده عشان تقدر تشهد للمسيح مشوارك طويل عشان توصل لمرحله الشهاده للمسيح عشان كده يقول لنا الكتاب راس الحكمه مخافه الله ممكن اكسر اي حاجه الا ان اكسر كلام ربنا عشان كده جالنا المسيح عشان يعدنا للمخافة دي من تاني عايز يرجعنا ليها حتى ما نقول له انت جاي ليه يقول انا جيت لكي اعمل مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله حطوا المخافة في قلبكم بيقول لنا كده حطوا الوصية قدام عينيكم عيشوا بمخافة ربنا الشخص اللي بيعمل حساب للناس ويبص بس له ولا لا ويراجع نفسه عده مرات عشان الناس هيقولوا عليه ايه لو عمل الموقف ده ده انسان ما فيهوش مخافه ربنا دايما نقول وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى كل ما انا واجي واتناول ربنا يدخلني في حياه التقوى كل ما اجي واتناول يثبتني في طريق التقوى السيد المسيح ادانا مثال يقول انا هطيع الوصيه لحد الموت الكاسه التي اعطانيها الاب الا اشربها انا قدامي الكاس ولازم اشربها قدامي الوصيه ولازم ان انا انفذها عمليا ازاي الانسان يص يوصل للفضيله دي اللي بيقول عنها الاباء انها تاج الفضائل مخافه الله تاج كل فضيلة لأنها يقول رأس الحكمة مخافة الله هي رأس الكل فضيلة نقول له نعمل ايه طب أنا ممكن أن أنا ما عملش الخطية طب ما تعملهاش ايه تقولي لي نتيجة العقوبة هقول لك دي بداية مش هعمل الخطية نتيجة العقوبة أنا كده هخاف بس هخاف من ايه هخاف من العقوبة بس حوصل أن أنا مش هعمل الخطية حلو انك تعرف ان الانسان اللي بيكذب مش هيدخل الملكوت فانا مش هكذب الانسان اللي بيحلف ربنا مش بيقبله فانا مش هحلف الانسان اللي بيشتم مش مش هيدخل فانا مش اعرف ان الوصيه واخاف من العقوبه قدامي وصيه وعقوبه حتى خوف من العقوبه ده مرحله كويسه بس دي مش الكمال انا ما بعملش الخطيه خوف من العقوبه لكن دي تدرج عشان اوصل لحياه التقوى ممكن بعد كده الانسان دي الدرجه الاولى عشان ابتدي ان انا اتدرج يقول لنا الكتاب عن نوح لما اوحي اليه عن امور لم ترى بعد خاف فبنى الفلك يعني نوح لما بنى الفلك ده كان ايه خايف رغم إن ربنا قال له حجيب طوفان وما حصلش قبل كده في تاريخ الأرض إن حصل طوفان ولا حتى أمطار لأن كان مناخ الأرض معتدل جدا فلا كان في أمطار ولا كان في طوفان جو معتدل ورغم إن ربنا قال له حجيب طوفان يقول لك خاف فبنى الفلك طبعا الكلام اللي بقول عليه ده اكتشفوه بعدين لما راحوا للمناطق القطبية لقوا هناك أثار لنباتات قديمة جدا جدا فقالوا دي ترجع لبدء نشأة الأرض لأن المناخ كان في الوقت ده معتدل جدا فأنا كانت في كل المناطق في زراعات لكن بعد كده ابتدت المناخات تتغير فابتدى أماكن فيها تلج وأماكن ما تصلحش للزراعة وابتدت تتغير الجو بتاع الارض لكن في البدايه لما ربنا قال لنوح ابني فلك لاني هنزل هجيب طوفان ما كانش فيه قبل كده طوفان ما كانش فيه فيضان لكن نوح خاف فبنى الفلك انا ممكن اخاف وانفذ الكلام ده تاني حاجه مخافه ربنا هي طاعه ربنا ابونا ابراهيم ابو الاباء ربنا قال له بتحب ابنك قال له طبعا بحب ده ابني ده انا جبته يعني وانا عندي مئة سنه بحبه قال له طيب ابنك اللي انت بتحبه اذبحه لي يقول لنا الكتاب فاطاع ابراهيم اطاع ربنا محبه ربنا كانت في قلبه اكتر من محبته لابنه فقال له ادبح ابنك قدمه لي محرقه على طول يا رب امين فانا ممكن المخافه بتاعت ربنا تكون هي طاعة لربنا يبقى الأول خوف من عقوبة تاني حاجة المخافة تكون طاعة لربنا الثمرة إن الإنسان بيكون عنده شجاعة غير عادية الثمرة اللي شفناها في مريمينا وشفناها في ماري جرجس والشهداء القديسين إن الإنسان بيكون عنده شجاعة غير عادية شوفوا الثلاث فتية كان الواحد عنده يعني شباب صغيرين عنده من سن 12 قول ل 16 سنه و اوامر الملك رفضوا يكسروا وصيه ربنا وقالوا مش هناكل حاجه مخالفه للوصيه وكان سنهم سن صغير واخذوا فتره طويله بس طبعا لما دخلوا في اتون النار كانت عدت سنين كان سنهم وصل سن البلوغ او سن الرجال رفضوا السجود للتمثال بتاع نبوخذ نصر وفضلوا النار. طب ايه الحكايه؟ ما كسرش الوصيه. ايه اللي اداهم الشجاعه؟ ان في خوف ربنا في القلب. طول ما الانسان عنده خوف ربنا في القلب لو قالوا له هتتسجن يقول لهم اهلا انا اتسجن. يقولوا له هيعذبوك يقول لهم انا فرحان ان انا اتعذب. ابونا بشوي كامل كان يروح في مكان عشان يخلص بنت من بنات المسيح وهو عارف ان هياخد البنت دي من فم الاسد وممكن الاسد يفترس ما كانش يخاف ما كانش يخاف ويروح وبيتحدى من اجل شجاعه موجوده داخل القلب فدي الانسان اللي بيتولد فيه الشجاعه نتيجه مخافه ربنا اللي موجوده في داخل القلب لذلك الفتيه الثلاثه فضلوا النار عن ان هم يكسروا وصية ربنا. حتى اثناسيوس الرسولي البطرك العشرين قالوا له يا اثناسيوس العالم ضدك قال لهم وانا ضد العالم. احبائي كنيستنا كل يوم بتحتفل بشهداء. كنيستنا كل يوم بتكلمنا عن قديسين لكن كل القديسين دول في قلبهم مخافه الله. يا ريت من دلوقتي كل واحد يشوف الطريق اللي يسلكه من أجل أن أصل إلى هذه الفضيلة التي هي تاج الفضائل بركة الشهيد العظيم مريمينا تكون معانا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين